زيارتنا اليوم مميزة، زيارة برج المصلحة بالمدينة المنورة مع مجموعة إنها طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم في المديرية العامة للمياه بخطوة المدينة المنورة. الآن إحنا في البرج، في صالة كبار الزوار، قطر 42 متر بارتفاع 76 و 3 من 10 متر هنا الخزان. هذه السلالم اللي هي الدرج من هنا طبعا تبدا، هنا الدور الارضي اللي كنا فيه في المصاعد، هنا بالمصاعد هذه علامة الطيران. ايش المقصود بعلامة الطيران؟ تحذير الان البرج له 32 ممكن ما شاء الله 1460 كذا او 1470. والهدف من انشاؤه هذا كان ايش؟ اللي هو الان الخزان اول كان رفع اللي هو تجي المياه، نعم، وقوه ضخ للشبكه. والان فيه اللي هو الخزان وبرنامج سكادا اللي هو التحكم الالكتروني. ايوه يعني الان كان بالنسبه لي في السابق حدود المدينه ما زال الان 7000 يستهلك 7000 من دون الخزان الرئيسي طبعا. ايه من دون هذا كان 7000 اللي هي قوه ضخ الشبكه لمواقع مرتفعه مثلا بالمدينه. يعني التوسع العبراني كبير وتوسعت طبعا 1406 في فرق كبير. طبعا فدحين يعني هل يعني توسع ولا في خطه ولا خلاص؟ كل شيء الكتروني. ايوه كل شيء الكتروني. الشبكه ما شاء الله الحين يعني تجي من ينبع. هذا الان الخزان الرئيسي من ينبع طبعا فيه الفتحات والسدود في خزانات منها تجي من ينبع. لا خزانات تخزين يجي من ينبع. النادي مكون من ايش؟ هذا النادي التحلية. نادي التحلية في هذا المكان بئر الحجيم ومسجد العصبة، وهذه منطقة العصبة. وهناك مسجد قباء بني عمرو بن عوف. وهذا جبل أحد يكاد يبان، الجو غير واضح تماما. ننتقل إلى مكان دخول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جبل عير، حيث دخول النبي صلى الله عليه وسلم ركب النووي من شرقه، ثم دخوله إلى الحرة، ومن الحرة إلى منطقة العصبة، ثم إلى قباء. هذه هي منطقة العصبة، وهناك هو قطم الضحيان. دخوله عليه الصلاة والسلام واستقبال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بني عمرو بن عوف، وهنا قباء منازل عمرو بن عوف. ثم دخوله عليه الصلاة والسلام إلى بني النجار عند المسجد النبوي حاليا. هذه منائر ومآذن المسجد النبوي، وخلفه جبل أحد يحبنا ونحبه. هذه ما زالت قباء، وشرق قباء تكون هناك العوالي، ومنطقة العالي هي معروفة حاليا بقباء وقربان والعوالي. درب الضبية، درب الضبية. وبالإضافة إلى الجصة سبيحة. هذه المنطقة اللي أمام البيضاء والجبال، هذه هنا ضليعات القبا. ضليعات القبا فلقات بركان أم نثيلة. لا سارت خلف جبل أجواء ما هي واضحة.